ده هنا الرحم بتاعنا. الرحم بتاعنا هنا لو رجعنا هنا في التجويف ده بقى تجويف الرحم كامل بقى رحم واحد. ده هنا الجدار او مكان الجدار اللي احنا اكلناه من اول هنا من اول عند عنق الرحم هنا لحد لما وصلنا للتجويف منه الى الانبوبه اليمنى على المريضه ومنه الى الانبوبه اليسرى على ايد المريضه الشمال. وهنا ده الحته اللي احنا بناكلها عشان خاطر نساوي او نعمل عمليه التسويه. ولكن عمليه التسويه في العيانه دي لازم تكون بحذر شديد طبعا عشان خاطر في جزء موجود عند المريضه دي ضعيف في منطقه المنتصف واللي احنا احيانا ممكن بالمنظار بنقدر نعمل له عمليه تدعيم عشان لما تحمل وتحمل في توأم مثلا او حاجه زي كده ما يبقاش في ضغط على المنطقه دي. يبقى السيدات اللي بتخلق برحمين وبمهبلين او بجدار بيفصل رحمين مهبلين لحد ما توصل الى ان يكون عندنا في ضعف في المنطقه العليا. الستات دي كمان ممكن يبقى عندها مشاكل في حته المسالك البوليه وتشوهات المسالك البوليه، لذلك برضو يجب ان احنا نبص عليها، لكن تحمل وتخلف ومن غير اي مشاكل خالص بفضل من عند الله. شكرا لحضراتكم.